الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. سخر الله سبحانه وتعالى البحر للأمم منذ سالف وجودها على هذه المعمورة، فانسابت معظم بضائع العالم وحاجاته عبر أمواجه دافعة بالتنمية الاقتصادية نحو الازدهار لكثير من دول العالم التي أنفقت ميزانيات ضخمة على بناء الموانئ البحرية وتطوير منظومة النقل البحري. وفي المملكة العربية السعودية التي تطل على البحر الأحمر والخليج العربي، أنفقت حكومة المملكة بسخاء على إنشاء وتطوير الموانئ البحرية، وقد أنشئت المؤسسة العامة للموانئ عام 1976 للميلاد لتتولى تطوير وتشغيل الموانئ السعودية، وحظيت بدعم حكومي متميز حتى أصبح عدد الموانئ السعودية 9 موانئ، 5 منها على البحر الأحمر و4 على الخليج العربي، وبلغ إجمالي عدد الأرصفة في الموانئ 9 210 أرصفة بطاقة استيعابية إجمالية تصل إلى 520 مليون طن في السنة. وبفضل الدعم المستمر من الحكومة الرشيدة والجهود الصادقة والعمل الدؤوب لكوادر المؤسسة العامة للموانئ، وصل عدد الموانئ الصناعية إلى 3 موانئ، كما وأصبحت المملكة العربية السعودية تمتلك 6 من أهم الموانئ التجارية التي تخدم المنطقة، منها ميناء الجبيل التجاري الذي يعد أحد أهم بوابات الصادرات السعودية للأسواق العالمية، حيث يمتد على مساحة تقدر بأكثر من 4 ملايين متر مربع. افتتح ميناء الجبيل التجاري على ساحل الخليج العربي بعد توسعته عام 1397 للهجرة. اختير موقع الميناء الذي يبعد عن مدينة الدمام 70 كيلومتراً من ناحية الشمال بعناية خاصة، وذلك لعمق المياه المتاخمة له. يحتوي الميناء على 16 رصيفاً، خصصت 8 منها لمناولة البضائع العامة، و4 أرصفة لمناولة البضائع السائبة، و4 أرصفة لمناولة الحاويات، إضافة لرصيف بمنطقة المياه الضحلة بطول 400 متر وعمق 6 أمتار، وبلغت الطاقة التصميمية للأرصفة 27 مليون طن. تمتد القناة الملاحية للميناء على طول 24 ميلاً وعرض يصل إلى 2 ميلين وعمق يتراوح بين 25 و50 متراً، وتتراوح دائرة الدوران أمام الأرصفة ما بين 300 و500 متر وعمق يتراوح بين 12 و14 متراً. يحتوي الميناء على 9 مستودعات للبضائع العامة ومستودع للبضائع الخطرة وساحات للتخزين الداخلي تعرف بالمنطقة الجمركية، تصل مساحتها إلى 668,800 متر مربع. جهز هذا الميناء بمختلف المعدات المتنوعة والحديثة لمناولة البضائع العامة والسائبة والحاويات، شملت أوناشاً متحركة للعمل على السفن، وفي الساحات تتراوح حمولتها بين 40 و120 طناً، ورافعات شوكية تتراوح حمولتها بين 3 أطنان و35 طناً، وقاطرات ومقطورات وكباشات بساعات مختلفة لمناولة البضائع السائبة، ومعدات مختلفة لتأمين الخدمات الخاصة بالصيانة، إضافة لأسطول من المحركات المختلفة وخزانات وقود ومحطة لوقود السيارات خاصة بالميناء، ومضخات وخطوط إمداد بالمياه، ومحطتين لمعالجة مياه الصرف الصحي، ومحطة حرق المخلفات، و32 ميزان شاحنات حمولة 60 طناً، وأبراج إضاءة متحركة ورافعة عائمة حمولة 200 طن تساهم في تقديم أفضل الخدمات البحرية والتشغيلية. كما يمتلك الميناء أسطولاً من القطع البحرية كقاطرات السحب وقوارب الإرشاد وقوارب الرباط، الأمر الذي مكنه من إجراء عمليات المناورة لإرساء ومغادرة السفن في مختلف الأحوال الجوية بطريقة آمنة دون تأخير.
يدار كل ذلك من برج متطور للمراقبة يحتوي على غرفة تحكم بالميناء تشرف على حركة مرور كافة السفن القادمة والمغادرة والعابرة لمناطق القنوات الملاحية ومناطق المخطاف. اهتمت إدارة الميناء بأمن وسلامة العاملين فيه إضافة إلى سلامة السفن والعاملين عليها عبر تأمين الميناء بتجهيزات السلامة وإقامة محطتين لمكافحة الحريق داخل الميناء وفي المجمع السكني، تديرها طواقم على درجة عالية من التدريب. ونتيجة لسرعة مد الانفتاح التجاري والصناعي التي يشهدها العالم، فقد تم إنجاز العديد من المشاريع الاستراتيجية التطويرية لميناء الجبيل التجاري لمواكبة المتغيرات السريعة للتجارة والنقل البحري، حيث بلغت قيمة المشاريع التي نفذت مؤخراً 160 مليون ريال، شملت إنشاء رصيف وتطوير وتوسعة مرفأ صيد الأسماك. وهذه المشاريع هي: أعمال تعميق حوض الدوران الغربي المرحلة الأولى، إنشاء رصيف وتطوير وتوسعة مرفأ صيد الأسماك، تأمين سفينة إرساء عوامات، توريد وتركيب وإصلاح سياج أمني، توريد وتركيب كاميرات أمنية لمبنى الإدارة، توريد معدات الخدمات العامة، سفلتة بعض الطرق، استبدال وإنشاء أنابيب شبكة مياه الشرب، تنفيذ أعمال خدمات البنية التحتية للحي السكني كيلو 10، إنشاء البوابة الرئيسية للميناء، إعادة تأهيل وحدات التكييف المركزي، إعادة الترميم للوحدات السكنية للعائلات، صيانة وإصلاح مبنى الإدارة بميناء الخفجي، توريد وتركيب أعمدة إنارة بالحي السكني كيلو 10. كما بلغت قيمة المشاريع تحت التنفيذ 215 مليون ريال، شملت المرحلة الثانية من أعمال تعميق حوض الدوران الغربي للمنطقة الواقعة شمال شرق الأرصفة 11 و16. ومن هذه المشاريع إعادة تأهيل المحطات وإنشاء شبكة الصرف الصحي بميناء الجبيل التجاري والمناطق التابعة لها، إعادة تأهيل وإصلاح مبنى الإدارة 501، تحديث وتطوير أنظمة الشبكات الكهربائية للضغط العالي والمتوسط والمنخفض، إنشاء محطة كهربائية احتياطية، تطوير وإعادة تأهيل الطرق، إنشاء شبكة انحدارية لتصريف مياه الأمطار بالحي السكني كيلو 10، توريد وتركيب مولد كهرباء احتياطي للحي السكني كيلو 10، إنشاء مسجد بمجمع سكن العمال، توسعة البوابة الجمركية. أما المشاريع الاستثمارية التي ينفذها القطاع الخاص والتي بلغت قيمتها 1,193 مليون ريال، فتوزعت على مشروع شركة سابك للدعم اللوجستي بقيمة 600 مليون ريال، والذي يشمل نقل وتخزين منتجات سابك من البوليمرات والبوليبروبلين إلى الميناء لتصديرها، مشروع شركة مقاولات الخليج للشحن والتفريغ المحدودة بقيمة 550 مليون ريال، ويشمل تطوير محطة الحاويات والدحرجة وأرصفة البضائع، مشروع الشركة العربية لمرافق تخزين الكيماويات بقيمة 281 مليون ريال، والذي يشمل تخزين الكيماويات وتصديرها واستيرادها عن طريق الميناء، مشروع شركة ديالوج قاعدة إمداد بحرية بقيمة 150 مليون ريال، وتشمل تقديم الخدمات اللوجستية لحقول البترول والمنصات البحرية، مشروع شركة الخدمات البحرية العالمية جلوب مارين بقيمة 130 مليون ريال لتطوير محطة البضائع العامة والحبوب السائبة، مشروع الشركة السعودية للبوليمرات بقيمة 120 مليون ريال، ويشمل تقديم الخدمات اللوجستية للشركة من خلال نقل منتجات الشركة البلاستيكية وتخزينها وتعبئتها وشحنها من خلال الميناء، ومشروع شركة الجبر تالكي بقيمة 42 مليون ريال لإنشاء الصوامع والمستودعات وتقديم خدمات الدعم اللوجستي للشركات الصناعية في الجبيل. يقف وراء كل هذه التطورات الاستراتيجية في عمل ميناء الجبيل التجاري دعم حكومي
شمل جميع الموانئ السعودية وأطقماً إدارية وبشرية تسهر على سير عمل الميناء وسلامته والتخطيط لمستقبل مزدهر لمرافق استراتيجية تصب خيراتها في هذا البلد المبارك.